تصريحات نارية من علا رامي حول طلاقها من أبو الليف. حكت إنه طلقها بعد شهرته وبعد ما أصبح ثري بسبب الغناء. ما وضحت علا رامي تفاصيل الطلاق وما رد نادر الشهير بأبو الليف عليها. بقى مشغول قوي 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 لدرجة إن أنا ما بقتش موجودة في حياته. هي دي الحكاية. ليالينا التقت لنتعرف منه على الأسباب الحقيقية لانفصاله عنها. في البداية نفى كل ما حكته، مؤكد أنه أخلاقه ما بتسمح له بالكشف عن التفاصيل. بص، أنا مش هقدر أفتح باب مناقشة في الموضوع ده، ولكن الموضوع مش كده خالص. الموضوع أنا راجل شرقي، أنا راجل ابن بلد، أنا راجل من الشارع. هي عارفة كويس قوي سبب الطلاق والانفصال إيه، فأنا مش هقدر أتكلم في أي حاجة، لأن عيب أخلاقي وقيمي ومبادئي وتربيتي ما تسمحش أن أنا أجرح أو أتكلم أو أخوض أو أقول أي كلمة تدور زميلة عمر مش حبيبة. بعدها حكى كيف بدت قصة الحب بينهم. علا زميلة عمر، زميلة دراسة، هي باليه وأنا كونسيرفاتوار، وكنا مع بعض في الأكاديمية، بنركب الباص سوا، وهي بتنزل قبلي وأنا بنزل بعديها في المحطة اللي قبلي وأنا بنزل المحطة اللي بعديها، فكنا زمايل. أراد ربنا تقابلنا على قبر، لكن ما كانش في أي شيء بيننا، لا حب ولا غرام ولا عشق ولا 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 الكلام اللي كان بيتقال ده كله. أنا طلعت 50 مليون مرة أنا وهي كمان قلنا الكلام ده. على قبر قابلت فنانة الزميلة الأخت الصديقة العزيزة المحترمة علا رامي في مكتب صديق محامي. عرفنا المحامي، عرفنا مصطفى المراغي صديقي، عرفنا على بعض وفكرنا بعض إن فاكر والله بتاع. فصار بينا هنا حوار داير بينا، واتكلمنا مع بعض وخدنا تليفونات بعض وبقينا نتكلم. والله جينا بعد كده قلت لها ايه رأيك نتجوز، ولو ما ارتحناش مفيش حد بينام على جنب مش عاجبه، كل واحد لو ارتحنا هنكمل، لو ما ارتحناش اللي ما يرتاحش يقول للتاني وخلاص. علا مش حب عمري، كده حكى أبو الليف أثناء حديثه عنها. علا مش حب عمري، أنا فعلا حب عمري واحدة حبيتها 18 سنة ولكن ما أردش ربنا أن نتجوز. ليه؟ لأن كانت ظروفي لا تسمح. سبب الانفصال كان أكبر من كده بكتير وهي عارفة. عشنا مع بعض فترة كبيرة جدا بكل تقدير وبكل احترام، ولما انفصلنا كان بسبب وهي عارفة السبب، وانفصلنا ومفيش أي مشاكل خالص بينا، وكل حقوقها واخداها على أكمل وجه، لأن أنا مقبلش أكل حق حد. ليه؟ لأن ممكن تحاسبن عليا، أنا راجل بتقي ربنا وعارف ربنا كويس، وهي عارفة كويس أن أنا محترم جدا، ومش عشان اتشهرت أو اتغنيت أو إلخ الكلام الفاضي ده كله، مع احترامي ليها يعني، لأ، الموضوع كان أكبر من كده بكتير، سبب انفصالنا أكبر من كده بكتير وهي عارفاه، ولكن مش هقدر أتكلم في أي حاجة. سألنا إذا كانوا بتواصلوا تليفونيا بعد تصريحاتها الأخيرة. أنا كلمتها قالت لي ما حصلش كلام مني، أنكرت تماما كل الكلام اللي اتقال اللي أنا سمعته عن لسانها، اللي هو عشان اتشهر أو عشان اتغنى أو ما عرفش إيه، ما فيش الكلام ده خالص. الغنى غنى النفس، والحمد لله رب العالمين، أنا عايش بستر ربنا وبدعاء أبويا وأمي الله يرحمهم، ومش غني ولا في غنى ولا في حساب في بنك ولا أي حاجة، ولا خدت جنيه من عرقها، مع احترامي ليها. كانت الشغل اللي بيجي لها بتاخده، تاخد فلوسها ولا حطيهم في البنك هينفعوكي في يوم من الأيام. بس